السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أنور ديوان. هذا ميساج للمغاربة كاملين، بخصوص الناس ديال الحسيمة، الناس اللي حركت لهم الفضلات اللي كاينة في الأمعاء ديالهم هبطتها لهم قبل الوقت، الناس اللي خليتهم تيتركلو تيترطاو، الناس اللي خلعتهم، الناس اللي ولاو كيحلموا بيا بالليل وبالنهار. أنا كنقول لكم انا ما غنمشيش للحسيمه، انا ماشي حمار، حنا هادشي كنديرو باش نحاربوا الفوضى. الا مشيت لكم للحسيمه غتولي مذباحه، غتولي مجزره تما، وانا كنفكر بعقلي. انا خليتكم كتركلوا، واخا انا عارفكم ما غديروا والو، ولكن من هذا المنبر كنقول لسيدنا الله ينصرو، تنقول للناس ديال الامن، راه الا طلقونا عليكم راه والله ما يعيش فيكم واحد، راه الا خلاونا وهبطنا ليكم والله ما غادي يعيش فيكم واحد. لو كانت مسائل رسميه وكان النزول ديال الحسيمه امر رسمي وامر قانوني، والله يشرف فيكم ونعاود فيكم التراب من جديد، ونتصرف لكم على داك الحشيش اللي عندكم في سيدي عابد، ونتصرف لكم على داك السلاح اللي عندكم في هارون، بس اوف نورمال، بس عارفوني انا عارف عليكم كل شيء، عارف فين كيتباع الحشيش عندكم، عارف فين كيتباع السلاح عندكم، وهذا الشيء هذا كامل كون كانت عندي امور قانونيه وكون كانت عندي امور رسميه من الامن والله تنربيكم. هذا الشيء علاش انا تنقول لكم انا في كازا، الا كنتو رجال طلعوا عندي مرحبا بكم. الناس اللي في اوروب، الناس اللي داخل المغرب وخارج المغرب، تنقول لهم تحياتي واحتراماتي. الناس اللي كتهز هذه الرايه، الناس اللي تتموت على الملك ديالها، لا غير ذلك، كنقول لهم الصباطه ديالي تحت من راسكم. سمعتوا؟ الصباطه ديالي، القاع ديال الصباطه ديالي فوق من الراس ديالكم، ديال الخوانه ديال الاوباش. اما الناس اللي تتموت على هذه البلاد، تنحترمكم وتنقدركم، وهذه رساله لكاع الناس المغاربه اللي تيموتوا على هذه البلاد. الله الوطن الملك، داكشي اللي كنت كنطمح ليه وصلت ليه. المغرب كامل هز اليوم هذه الرايه، المغرب كامل قال الله الوطن الملك. برا البلاد تا هما هزوا الرايه، قالوا الله الوطن الملك. بقيتوني نتوما شويه ديال الحتاله، شويه ديال الاوباش، غادي نتخلصوا منكم غير بلاتي. الا ما شديتوش الطريق غادي تطوعوا بز منكم، وهذيك البلاد غادي تحرت وغادي تعاود تزرع من جديد. ولكن الا طلقنا، الا طلقونا عليكم والله تنعاودوا فيكم التربيه، والا ما بغاوش يطلقونا عليكم انا كنطلب الترسيم ديالي وبالتجنيد ديالي، ونهود لكم ديك الساعه بينوا ليا. والله ما تبقاو تصرفوا على جرام واحد ديال الحشيش في هذيك الحسيمه، والله ما تبقاو تصرفوا على بيسطولي واحد في هذيك الحسيمه. وانا عارف اش كنقول وانا قاعد على هذه الهضره، نهايه المسيره ونهايه الفيلم. المهم انكم نتوما حركتكم في هذا الصباح كما كنحرك هذا الخاتم هذا، خليتكم كترطاو وخليتكم كتغلاو من الداخل، وهذا غير واحد، غير واحد، ما بالك ب 40 مليون واحد اللي هبطات ليكم. والله تنفنيوكم، وداك الشيء علاش كنطالبوا من الله يسهل في هذه العمليه ويتم النفي ديالكم من المغرب. ما بقيناش بغيناكم معانا في المغرب، ما بقيناش بغيناكم معانا في المغرب، ما بقيناش بغيناكم معانا في المغرب. بغينا الناس الحرام اللي تتهز الراي ديال البلاد، واللي تتموت على هذه البلاد، واللي تتموت على الملك ديالنا. ما بغينا حتى شي واحد من غير هذا الشيء، من غير هذا الشيء بغيناه يتحرك وبغيناه يتنفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية خالصة من القلب لجميع المغاربة الحرار. انتهى. وعاش الملك. عاش الملك.